من السلطات المدنية والمدراء ومن المنتخبين من المجلس الشعبي الولائي والبلدي من سكه الأمن. نرحب بالسيد رئيس المكتب الوطني لاتحاد الإعلاميين والصحفيين السيد قدير المصباح الحاضر معنا، نقول له أهلا وسهلا بك بولاية الجلفة. في البداية شاكرا للجميع من لبى الدعوة وحضر معنا في هذا اللقاء وفي هذه الندوة التي موسومة بعنوان دور الإعلام في مرافقة المنتخبين في المجالس البلدية والمنتخبين والمواطن من أجل تحقيق التنمية. كان هذا برنامجا للاتحاد الوطني لاتحاد الإعلاميين والصحفيين، برنامج المكتب الوطني ومكاتب الولايات الذين أحيوا مع المنتخبين ومع مختلف البلديات على المستوى الوطني، أحيوا هذه التظاهرة من أجل التقارب والتواصل ما بين المنتخب والمواطن وما بين همزة الوصل ما بين المواطن وما بين انشغالات المواطن اليومية وما بين اللبنة الأساسية باعتبارها البلدية هي اللبنة الأساسية في العمل اليومي. إذن باسمكم جميعا مرة أخرى سيدات وسادة الحاضرين معنا هنا، أشكر لكم تلبية الدعوة والحضور. لقد كان الوقت ضيقا وبعثنا وراسلنا كل بلدياتنا وكل من له علاقة بالموضوع، فشكرا لكل من حضر ولبى الدعوة مرة أخرى، ومن غاب فعذره معه. إذن أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي السرور أن نكون في هذه الجلسة وفي أول برنامج أو في أول خطوة وتظاهرة للمكتب الولائي بالجلفة أن يقوم بهذه المبادرة، والتي طبعاً تجديد المكتب الولائي للاتحاد الإعلامي والصحفي لمدة في الأيام القليلة الماضية، وهذه ثقة حظيت بها وأتشرف بالثقة التي وضعها في وفي شخصي السيد رئيس الاتحاد الوطني للإعلاميين والصحفيين. فنتمنى إن شاء الله أن نكون على قد هذه المسؤولية الكبيرة ومسؤولية الإعلام. إذن أهمية الإعلام وما يدور في الساحة وما يدور على مستوى البلديات الولاية 36 المنتشرة وعلى مستوى المجالس البلدية، فهذا طبعا بمرافقة زملاء وزميلات يعملون في حقل الإعلام. هذه مهنة المتاعب وهذه مهنة المشاق وهذه المهنة التي تسمو أن نرتقي جميعا بالولاية وبولاية الجلفة وبانشغالاتها إلى الأفضل والأحسن. إذن لست الأول الذي كنت في هذا المجال، هناك من أساتذة ودكاترة وإعلاميين سبقونا، فنرحب بمن أسسوا للإعلام في الجلفة ووضعوا بصمة، وعلى رأسهم الأستاذ الحاضر معنا النائب بالبرلمان لعهدتين سابقتين السيد بن دراح مصطفى الإعلامي الأسبق، والذي أسس مؤسسة إعلامية آنذاك وجريدة الجلفة التي كانت تصدر هنا من الجلفة، دون أن ننسى كذلك النائب الأسبق بالبرلمان الذي كانت له مشاركة في الإعلام وصوت الجلفة النائب بن عبد الله مصطفى الذي كان متواجدا في ستينات وسبعينات القرن الماضي في القنوات، دون أن ننسى كذلك كل من كانت لهم بصمة في الإعلام، وأن ننسى كذلك عميد الصحفيين بالجلفة أستاذنا جلالي حفوش. مرحبا بكم ومرحبا بكل الزملاء، دون أن ننسى في هذه اللحظات كذلك أن نترحم على فقداء من فقدتهم ساحة الجلفة وفقدهم الوطن كذلك من إعلاميين. فمرة أخرى عفوا عن هذه الارتجالية، ودون أن كذلك أن أنسى وأرحب بأساتذتنا ودكاترتنا الذين سيرافقونا في هذا الندوة التي ارتأينا أن تكون ندوة مفيدة للمنتخبين. فشكرا لسيدي أمامي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الزعفران، شكرا لك سيدي على الحضور وتلبية الدعوة. سيد رئيس كذلك بلدية أو ممثل بلدية عظميت، شكرا لك على الحضور سيد بالعيد. السيد ممثل بلدية الجلفة سيد غربي، والسادة كذلك الذين حضروا من مختلف بلديات الولاية، فشكرا لكم على الحضور. نتمنى أن نستفيد وأن نفيد وأن يفيدونا الأساتذة في هذا المحور. شكرا لكم مرة أخرى، نتمنى من الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.